مسألة أعمال القلوب مسألة مهمة جدا جدا يا أخي. ليس المقصود كم ركعة صليت وكم ريال تصدقت وكم مسجد بنيت وكم سافرت وكم جيت وكم تطوعت وكم، كيف خوفك من الله؟ هذا السؤال. كيف محبتك لله؟ كيف رجائك في الله؟ كيف حياءك من الله؟ كيف توكلك على الله؟ كيف يقينك بالله؟ كيف أدبك مع الله؟ هذه اللي والله لو صلح القلب وصلحت أعمال القلوب تصلح الجوارح. إنسان يدعو، الدعاء عمل جوارح، لكن القضية كيف خشوعك في الدعاء. والله الذي لا إله غيره، لو اعتنى الإنسان بقلبه حق الاعتناء في معاملته بينه وبين الله سبحانه وتعالى كذا يمشي. والله كذا يمشي. حبيت أضيف نقطة عشان لا يجيني واحد في الخاص ويقول لي أبويا الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. نعم معاك، لا ننفي أعمال الجوارح، لكن الأعظم أعمال القلوب. إذا استقام القلب استقامت الجوارح. إذا خاف القلب العين ما تشوف الحرام. إذا استقام القلب وخاف وكان في محبة لله ورجاء السمع ما يسمع حرام. إذا اتقى الله هذا القلب اللسان ما يقول حرام. وضحت الأساس هنا. الأساس فين؟ الأساس هنا. أقلب شيء عيني الأساس في قلبك، وبعدها الجوارح ستطاع ستنقاد. السلام عليكم.